أطلقت مؤسسات حياة كريمة مبادرة جديدة، وهي مبادرة سقيا، والتي تستهدف توزيع مليوني زجاجة مياه كمرحلة أولى على العمال في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية على مدار عدة أيام في جميع محافظات الجمهورية. يأتي ذلك دعما من مؤسسة حياة كريمة لعمال مصر والمواطنين نظرا لارتفاع درجة الحرارة الملحوظ هذه الأيام، وتحقيقا لمبدأ المساندة ودعم المواطنين من خلال هذه المبادرة الجديدة والتي حظيت بإشادة واسعة من العمال والمواطنين.